السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. الموضوع فيديو النهاردة موضوع مهم جدا جدا جدا، اللي هو جدري الحمام والجص. طبعا هو فيه مصل وقاية لكنه غالي جدا، والعبوة فيه بتبقى لألف حمامة، فطبعا احنا مش بنستخدم المصل ده، ولازم تجيبه من مكانه المضمون بتاعه من الأمصال. فاحنا بنستخدم الوقاية، طبعا الوقاية خير من العلاج. طيب هي الوقاية ايه؟ اللي هي نظافة المسائي، ده أول شيء. الوقاية أهم شيء طبعا، غسل المسائي والأكلات وتنظيف عيون الحمام وتنظيف المكان عموما، تطهير المكان بالرش بمبيد حشري آمن، واستحمام الحمام بلسيون بشري للاستحمام ورش الزغاليل به، لأن الحشرات هي السبب في وجود الجدري والجص، السبب الأساسي. كل هذا من أجل الوقاية بس، لكن إذا ظهر عندك حباية في زغلول ماذا تفعل؟ طيب نبدأ نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقاية اللي هو إفرومكتين، نقطة لنقطتين في فم الزغلول. طبعا هو الإفرومكتين أنا جايب عبوة المصري، حاجة كده رخيصة، الإزازة دي ب5 جنيه. ده هدي نقطة في الفم، في فم الزغلول كل 10 أيام، يعني هنبدأ مثلا في الزغلول من عمر أسبوع، وبعد كده نديله نقطة من كل 10 أيام. ده وقاية جيدا، مش هيخلي يظهر عنده الجص، مش هيطلع فيه حباية. طيب ده فيه منه زي ما قلنا، انا هسيب لك صورته، ده المصري، وفيه منه انواع تانية، وفيه منه الانواع الاجنبية، هسيب لك برضو صورة الانواع الاجنبية، لكنه غالي يعني وممكن ما تلاقيهوش، فاحنا جبنا النوع المصري اللي هو المتاح اللي كل الناس ممكن تلاقيه. طيب بيستخدم ازاي؟ النوع ده ممكن تستخدم منه نقطة الى نقطتين في الفم زي ما قلنا. هنقول مثلا زغلول معانا من العمر ده، نبدأ نديه نقطة، لو كبير شوية ممكن تعطيه نقطتين، نفتح كده الفم وناتي نقطة بس. تمام، لو بقت نقطتين ما تخافش يعني، يبقى كل ده ممكن نعطيه نقطتين. طيب خلصنا الدواء ده اللي هو نقطة في الفم، ده وقاية، كل اللي احنا بنعمله ده وقاية. في معانا كمان ده تركيبة من عند الحاج أشرف خضير، صاحب محلات أفندينا لمستلزمات طيور، طبعا ده في دمياط، هو طبعا تركيبة خاصة هو عاملها، تعمل منها تنقط منها على الزغلول، ده بدل الاستحمام يعني. لكن هوريكم الطريقة دي والطريقة دي، اللي ما عندوش ده هقول له يعمل ايه. نقطة هنا على عظمة الديل دي، تمام، نقطة هنا تحت الجناح، نقطة هنا تحت الجناح التاني، تمام كده، وممكن تحط كمان نقطة هنا في العظمة دي كده، يضمن ان ما يجلوش اي حشرات. تمام، عملنا كده. في لو انت ما لقيتش ده هتعمل ايه؟ هتاخد سنتي من اكسوموسرين ده بشري، سنتي على 4 سنتي مية، وتحطهم في بخاخة زي كده، وتجيب الزغلول اللي انت عايز ترشه، او ما هتعمل كل الزغاليل بالطريقة دي، ده اذا ما وجدتش النقط اللي قلنا عليها دي. معانا هون بخ، نرفع الجناح، نرش الريش، تمام، نرش الجناح التاني، بفرده تحت الجناح الديل، خلاص كده رشينا منه الزغلول. بالطريقة دي هنرش كل الزغاليل اكسوموسرين ده، هنحمي منه الحمام الكبير. بعد ما نرش الزغاليل، على فكرة ممكن تحمي برضو الزغاليل معاك، لو تمسكها وتحميها بايدك في نفس المية اللي هتحمي منها ده. طيب نروح على المية ونحط فيها الدواء بتاعنا. انا جهزت المية اهو، نفتح العبوة دي، ادي المية معانا. ما يكون الازازة دي لو حضرتك الحمام فيه حشرات، لو في حشرات حط نص الازازة، لو مفيش حشرات انا بحط ايه مقدار غطا على الجردل ده، حوالي 20 لتر اهو، حط لهم غطا، هو المفروض سنتي على اللتر في الاستحمام الحمام،
وما تخافش لو الحمام شرب منها، فانا احط مقدار غطا. الحمد لله ما عنديش حشرات، او غطا لو زاد شويه مش مشكله. تمام، نسيب الحمام يستحمى يوم او اتنين من في الميه دي اللي فيها اكسوميسرين البشري، ليسيون بشري. في يا جماعه نوع تاني اسمه افريزين، اللي ما يلاقيش ده يبقى النوع التاني، او ممكن تلاقي افريزين ما تلاقيش اكسوميسرين الموجود. نسيت اقول لك رش المكان، هترش لو في لقيت نصر ليسيون ده، حط 5 سنتي على لتر في اي بخاخه. ما تخافش لو جه على الحمام، رش كل الحيطان ورش المكان 5 سنتي على اللتر من ده. ده اسمه نصر ليسيون، ده بيطري بيجي من عند بتاع المبيدات الزراعية. طيب لو ظهر حباية في زغلول، يعني حباية جص او جدري، تشيلها ازاي؟ شوف هجيب لك كل الخيارات، واي حاجة من دول هتشيل. روح الخل من عند العطار ب2 جنيه، روح خل من الصيدلية ب4 جنيه. كولولو ماك ده معروف بان هو بيشيل عين السمكة، وبيشيل اهو بيشيل الصنط ويشيل عين السمكة. طيب 3 معانا اسيتون مزيل طلاء الاظافر، طبعا كل السيدات تعرف ده اسيتون. انا بس استخدم روح الخل، ارخص حاجة، ارخص حاجة يا جماعة ب2 جنيه اهو. هستخدم ده معايا عود كبريت، عامله كده زي سلكة الودان، حاطط عليه حتة قطمة. هو زي الخل يا جماعة بس مركز جدا، خلي بالك ريحته نفاذة جدا، مش هتطيقها، وحامي جدا. يعني لو ظهرت الحباية في العين ما تعملش جنب العين. انا اقول لك تعملها ازاي لو كنت مضطر، اذا كان لابد تعمل جنب العين هقول لك تعملها ازاي. انا معايا الفرد ده، والحمد لله ما فيش حاجة حالات تانية، تيجي عندها وتدهنها كده. مش هقول لك شيلها وقشرها واعمل، هي بتنشف وتقع لوحدها. شوف ازاي اهي، ده معمول قبل كده نشف ما شاء الله، وما عادش عايز حاجه، نشفت هي الحبايه دي، نشفت تمام التمام التمام. طيب لو هي ظهرت جنب العين كده هتعمل ايه؟ لو هنا حوالين راس الحمامه، اوعى تخلي ده يجي في العين، هيطفلها عينها على طول ويبوظ لها عينها. لو ظهرت عند الدماغ راس الحمامه او راس الزغلول عند العين، هقول لك تجيب مرهم العين وتملى عين الحمامة عشان يحمي عين الحمامة بالمرهم، وبعد كده تدهن حوالين العين، يبقى ما دخلش روح الخل ما دخلتش في العين. طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.